بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أيوب إصحاح 3. قلنا إن إصحاح 1 و2 بيحكوا لنا المأساة أو التجربة، وبيحكوها بطريقة بتكشف لنا بعض أسرار التجارب، أن الشيطان بيكره الإنسان التقي، وأن ربنا ضابط الكل، فالشيطان ملوش سلطان مطلق على الإنسان. ولو ربنا سمح بأي تجربة بتبقى في الآخر لخلاص الإنسان أو لمصلحته. وشفنا أن أيوب احتمل التجربة الأولى، خسارة الفلوس كلها، وبعدين خسارة العيال، وفضل يصلي، وحتى مراته ما احتملتش شدة التجربة، فإيه يعني زي اللي جدفت على ربنا. بعدين الإصحاح الثاني، الجولة الثانية، اتضرب في صحته، فطبعا بقت الحكاية مضاعفة لوحدة ومرض وخسارة مادية وخسارة إنسانية، فبقت من كل الجوانب. وفضل أيوب متماسك، جم أصحابه الثلاثة الكبار اللي هم زي كانوا رؤساء قبائل زيه أو بمثابة ملوك في الأرض يعني، قعدوا جنبه، قعدوا يبكوا ويعزوه بس من غير كلام لمدة أسبوع. مع إصحاح 3 لقينا أيوب فتح بقه أخيرا وسب يومه من كتر الوجع، بدأ يعني يرثي حاله، فابتدى يشكي زي اي واحد متألم، لكن لاحظنا انه بيشكي من غير ما يغلط، لكن صعبان عليه نفسه، فيعني قاعد يقول يا ريتني ما اتولدت، ويا ريت اليوم اللي انا جيت فيه ده ما يتحسبش ضمن الايام، ويا ريتهم ما بشروا امي بان انا اتولد ذكر، لانه كان دي حاجه تفرح الناس زمان. وبعدين قال يا ريتني اموت، يعني بعد ما قال يا ريتني ما اتولدتش رجع يقول كمان ويا ريتني اموت كمان واخلص بسرعه، ويا ريتني مت قبل اليوم اللي شفت فيه التجارب. وكلها مشاعر بشريه تحترم، يعني ايه؟ اظن اي حد عدى على ايام صعبه المعاني دي بتقرب من قلبه، بيتمنى لو انه ما حضرش اليوم الصعب قوي اللي شافه بعينه ده. ابتدى يتكلم عن الموت بفلسفة رأية جميلة وبحكمة. خلي بالكوا عظمة سفر أيوب، إن كل ما قيل فيه قيل بوحي الروح القدس، فبالرغم إن أيوب متألم جدا إنما اللي بيقوله صح، أو في جزء كبير من الحكمة، فبالتالي الموضوع ما يؤخذش إن ده كلام أيوب المهزوم، لا لا، هو أيوب برضه رغم حزنه ما زال بيقول حكم. فقال ضمن ما قال، هقرأ من عدد 20، لكن احنا هنبتدي من 23 اللي وقفنا عنده. لماذا يعطى لشقي النور؟ ولماذا تعطى حياة لمر النفس؟ يعني ليه واحد مر النفس يعيش؟ مش أحسن يموت؟ الذين ينتظرون الموت وليس هو، يعني مستنينه مش راضي يجي، ويحفرون عليه أكتر من الكنوز. شوفوا الناس تجري ورا الكنز وتبقى متحمسة جدا. في واحد يبقى مشتهي الموت كشهوة الشخص العادي للكنوز. المسرورين إلى أن يبتهجوا، يعني إيه؟ مستنين يموتوا وده اللي مصبر. الفرحين عندما يجدون قبرا، طبعا على فكرة اللغة كانت كلها أدبية شعرية، فكانت عميقة قوي في معانيها، لكن الترجمة العربي ما بتكشفش عن كل جوانب الأدب والشعر اللي كان أصلا كتب بيه أيوب. نبتدي من عدد 23، يقول لرجل قد خفي عليه طريقه وقد سيج الله حوله. يعني ايه راجل خفى عليه طريقه؟ هو ايوب ما كانش عارف ان ده هيحصل، وما كانش يتصور ان ده هيحصل، وعمره مع العز اللي كان فيه يعني تخيل الحالة اللي هو فيها.
فالرجل يخفى عليه طريقه، ودي لوحدها حكم. يعني ايه؟ لا تثق في الايام لانك انت ما تعرفش بكره، فكل انسان يخفى عليه طريقه. الوحيد اللي شايف كل حاجه ربنا، وطالما الانسان يخفى عليه طريقه يبقى لازم يتلزق في ربنا، لازم يجري على ربنا، لازم يتسند على حد كبير شايف. لكن مين فينا شايف طريقه؟ مين فينا عارف بكره؟ مين يقدر يضمن لنفسه اي ضمانات من اي نوع؟ مفيش. فهو بيقول صحيح الانسان يخفى عليه طريقه، يعني مش عارف اللي مستنيه، ودي حكمة تخلي الانسان يتواضع. في ناس بتتكلم بكبرياء لانها زي اللي عندها ثقة ان بكرة مضمون. وحد قال بكرة مضمون؟ حتى لو كنت معاك فلوس الدنيا كلها ومعروف عند الدنيا كلها، حد يضمن الساعة اللي جاية؟ ده ربنا بيرفع بشر وينزل بشر. وأمنا العذراء قالت حكمة جميلة، قالت أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين، أسبع الجيع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. يعني الحال ما بيستمرش. فهو بيقول أنا راجل خفى عليه طريقه. إن كان يخفى علينا طريقنا، طب الحل إيه؟ الحل يا رب عرفني طريقك، يا رب نور عقلي، يا رب فهمني، يا رب مش عاوز امشي بدماغي، عاوز امشي برأيك. يبقى لما الواحد فينا يبقى دريان بضعفه وحجمه كإنسان مهما كان، وعارف ان الزمان والأيام دي ملهاش أمان، لازم يقرب من ربنا، ولازم يبقى عنده ثقة في ربنا مش في نفسه. فسفر أيوب بيعلمنا التواضع، والتواضع معناه ان الواحد فينا يعرف حجمه، لأنك انت لا تعرف بكرة يمشي ازاي ولا تقدر تضمن اي حجم. وقد سيج الله حوله. لو تاخدوا بالكم كلمة سيج جت في اول الاصحاح كأنها ميزة، لما الشيطان راح يقول ربنا انت سيجت حواليه، انت مدلعه، انت عامل كده، واخده في حضنك هو وعياله، مديهم كل حاجة. طب شيل كده السياج ده وشوف هيجدف عليك ازاي. ام ربنا من اجل كرامة ايوب ومستقبله الابدي سمح انه يشيل السياج. هنا تيجي بمعنى تاني، سيج الله حوله يعني ايه؟ حط حواليه سياج من نار، يعني ده زنق عليه. هنا السياج مش بالمعنى الاولاني بتاع الخير والسلام والعز وانه مانع عنه الشرور كلها، لا، ده حاطط سياج جديد عبارة عن تجارب. فبيقول راجل ربنا مسيج حواليه، يعني مركز معاه ومزنق عليه، وايه يعني سياج شديد مؤلم. وبعدين كمل شكواه وقال لأنه مثل خبز يأتي أنيني. في الترجمة يعني كل ما جاء كل لقمة أئن. وطبعا فعلا لما الواحد يبقى في شدة حزنه بيبقى مش قادر يأكل لقمة، مش عارف يأكل، ملوش نفس، لا المرض مديله فرصة، ولا فقدان العيال، ولا فقدان الكرامة، فكل ده بيخليه طبعا نفسه مسدودة. فبيقول مثل خبزي يكون أنيني أو يأتي أنيني، يعني مع كل أكلة يزيد الألم داخلي. ومثل المياه تنسكب ظفرتي، يعني هو حاسس أنه عمال يتنهد على روحه كده زي اللي ايه بيسيح من جوه، زي اللي بيدوب. لأن ارتعابا ارتعبت فأتاني، والذي فزعت منه جاء علي. الكلمة دي الحقيقة يعني الواحد سمعها من ناس كتيرة مجربة، يعني أكتر من حد كان يقول ايه الحاجة الوحيدة اللي كنت خايف منها هي اللي حصلت لي. حكمتك يا رب. يعني ساعات في ناس تبقى حاسة بكده، يعني كان قلبه جامد وما فيش حاجة فارقة معاه إلا حاجة واحدة كان يخاف منها، فبيقول اللي فزعت منه هو اللي جالي، واللي كان راعبني ومستبعده خالص هو اللي وصل لي. لأنه طبيعي أيوب كان عنده كل حاجة، فيعني عشان يخسر كل حاجة دي حاجة مرعبة بجد. فهنا ارتعابا ارتعبت فأتاني، والذي فزعت منه جاء علي. ده مش معناه أحبائي إن الواحد يستسلم لقلقه. خلي بالكوا احنا في زمن القلق بيزيد قوي، والناس كلها
متوترة دلوقتي، والميديا أو وسائل التواصل دي مزودة القلق، لأن بنسمع أخبار، فمن كتر ما الناس بتسمع أخبار وأغلبها أخبار وحشة، يبتدي الواحد إيه مخه يودي ويجيب، يكونش الدور الجاي عليا، طب هيجيلي بأنهي شكل الموضوع، فيبتدي القلق يدخل. فعلاج القلق الواحد يرجع تاني يراجع مبدأ أنا رب ابنك، أنا تبعك، أنت أبويا وأنا صغير، أنت المسؤول عني، وكل اللي بيجي منك خير. يرد الواحد على نفسه بدل ما يسيب دماغه تودي وتجيب في حاجات قلق، لا لازم بسرعة يرد على نفسه، لأنه في ناس بتعيش قلق وهمي. يعني إيه؟ تكعب روحها في قلق من غير ما يكون في حاجة. عشان كده في عندهم مثل انجليزي كده يقول ايه، ما تقلقش على حاجة ما حصلتش لغاية ما تحصل فتقلق، يعني ما فيش حاجة تستاهل انك تقلق بدل ما فيش حاجة حصلت. يعني زي مبدأ الكتاب لما قال ايه، لا تهتموا بالغد، الغد يهتم فيما لنفسه. في واحد يبقى على قولة بكرة هعجز ومش هلاقي حد، من صغره عايش قلقان ومهموم، طب يا اخي عيش اليوم اللي انت فيه ولما تعجز نبقى نشوف. لكن في ناس بتستسلم لمشاعر الرعب والقلق والفزع، وده طبعا بيضيع حياة الانسان كله. الشخص اللي عنده ايمان بيعيش يومه فرحان بربنا متكل عليه، وان عشنا للرب نعيش، وان متنا للرب نموت، ان عشنا ان متنا للرب نحن. وزي ما قالها سفر الجامعة، في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر. يعني لما يكون يوم حلو خليه حلو، ما تنكدش على نفسك، كن بخير، يعني تمتع باليوم، اشكر ربنا، وزع الخير على اللي حواليك. يوم ما يجي يوم صعب خد عبرة، يبقى برضو استفدت. يبقى كل الايام مفيدة، ايام الخير تخليك تتملي بالشكر والخير للناس، ويوم ما يجي الألم هيبقى أكيد جايب معاه بركات وعبرات وإيه، يعني خير من نوع آخر. لأني ارتعابا ارتعبت فأتاني، والذي فزعت منه جاء علي. لماذا أطمئن ولم أسكن ولم أستريح وقد جاء الضجر؟ يعني إيه لم أطمئن؟ يعني أنا ما كنتش مستأمن الأيام، يعني أنا كنت عارف أنه ممكن حاجة تحصل لكن ما كنتش متوقع الحجم ده كله. يعني هو برضو من كتر الخير اللي عنده، وعشان كده تلاحظوا من أول إصحاح الراجل كان بيعمل ذبيحة عن كل واحد من عياله كل أسبوع، زي اللي إيه جواه نوع من القلق هيحصل إيه، لأنه كل حاجة ماشية كويس، كل حاجة خير. عشان كده اللي عنده حاجات مش ماشية يقول طب الحمد لله، لأنه ما ينفعش تبقى كل حاجة في الدنيا دي ماشية صح. لو حياتك ما فيهاش ولا مشكلة لا ربنا يستر عليك، ده مش وضع طبيعي، لأنه طبيعة الحياة ما تمشيش كده، الحياة لازم يكون فيها حاجات ناقصة. فلما تكون في حاجات ناقصة أشكر ربنا، لأن ممكن تبقى في تجارب في حجم أيوب ما كنتش تحتملها خالص. فبيقول أنا ما اطمنتش، ما اطمنتش يعني ما استأمنتش الخير اللي كان عندي واتكلت عليه ونسيت ربنا، لا انا كنت برضو متوقع انه زي اي انسان ممكن يجي لي وجع. فهو من الاول ايوب زي يعني مش مستكتر قوي انه يتخبط، لكن هي المشكلة انه اتخبط في كل حاجة وبحجم جديد قوي. فهنا بيقول انا لم اطمئن ولم اسكن ولم استرح، يعني أنا ما كنتش مرتاح للوضع المثالي اللي كنت فيه ده. وقد جاء الضجر، يعني اللي خايف منه جه، اللي كنت متوقعه وصل. دي كانت أول مرثاة كتبها أيوب أو قالها عن نفسه. مين سمعوا؟ التلات رجال أصحابه اللي هم قيل أسمائهم في إصحاح 2، أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماني. ثلاثة كبار محترمين حكماء زمانهم فضلوا ساكتين أسبوع، عيطوا معاه، صعبان عليهم. إنما أول ما أيوب اتكلم هم اتكلموا، ومن هنا بدأت الإيه المشكلة. ليه؟ من إصحاح 4، لأن كل واحد فيهم
هيتكلم من زاوية عشان قال ايه يفسر له اللي حصل. الحقيقة ما حدش عارف. الانجيل قال ما ابعد احكامه عن الفحص. ويخطئ اي انسان، يجي يعزي انسان يقول له انا اقول لك بقى الحكاية حصلت ليه، ليه تطلع مين عشان تقول له وانت ربنا؟ ده كل انسان له حكاية مع ربنا. وما ابعد احكامه عن الفحص. ايوة كل انسان يعدي على الوجع، لكن ربنا له احكام كتير. فاللي بيحاول يفسر بزيادة ده بياخد حاجة مش بتاعته، لانه كما علت السماوات عن الارض ايه؟ علت افكاري عن افكاركم. فالواحد مش ما يستعجلش في الكلام بالذات مع المجروحين، لان الكلام بيبقى متعب، وده اللي هيحصل دلوقتي ان كلام الاصدقاء هيزود وجعه. فاجاب اليفاز التيماني وقال، اصحاح 4، ان امتحن احد كلمة معك فهل تستاء؟ دي البداية لطيفة شوي. يعني ايه؟ يعني زي اللي بيقول له ممكن استأذن واقول حاجة من غير زعل، من غير زعل، يبقى واضح انه هيوجعه. فهو من البداية كده بيقول له لو انا قلت حاجة زي امتحان كده هل هتزعل؟ ولكن من يستطيع الامتناع عن الكلام ده؟ ما ادولوش فرصة اجاوب. يعني هو بيقول له اقول حاجة بس ما تزعلش، انا مش هقدر اسكت. فهيقول على طول، طب هو يمكن الراجل كان هيقول لك لا اعمل معروف ما تقولش. فايوب ما لحقش حتى يقول له اسكت. فهنا هتلاحظوا انه الاستعجال في الكلام وحش. الآية دي بتعجبني، من يستطيع الامتناع عن الكلام الكامل؟ قال عنده القديس يعقوب الكامل، الرجل الكامل هو اللي يعرف يلجم لسانه، اللي يعرف يمنع نفسه من الكلام، مش اللي يعرف يتكلم. هو كلام صعب، كلام سهل، لكن اللي يعرف يمنع نفسه من الكلام في الوقت المناسب ده كرجل كامل قادر أن يلجم الجسد كله. ده تعبير يعقوب 3. لأن احنا كلنا في مواقف بنندفع ونتكلم، واحد بينرفزك تقوم تندفع وترد، نقص؟ لا، كان مفروض تسكت. شايف موقف غلط تقوم تندفع وتقول ده غلط، حد طلب رأيك؟ من يستطيع الامتناع عن الكلام؟ شايف حد متألم جدا تقول له أيوة ما هو ده أصله إيه؟ تأديب على اللي كنت بتعمله. يا أخي أنت لو عندك كلمة عدلة قولها، ما عندكش اسكت. فهنا من يستطيع الامتناع؟ اللي يعرف يسكت في الوقت المناسب ده شخص روحاني، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان أو بكلامك يحكم عليك. واللسان نار، اللسان نار، ممكن يمسك في أي قش يولعه أو خشب. فهنا لازم تبقى حريص، الكلمة تطلع ممكن تتعب جدا، وده اللي هيحصل دلوقتي. فافتكروا الآية الجميلة دي، من يستطيع الامتناع عن الكلام؟ ياما مشاكل صدقوني في العلاقات الإنسانية كانت بسبب الفشل في الامتناع عن الكلام. لو الست عرفت تمسك لسانها كان الموقف عد، لو الراجل بلعها وسكت كانت المشكلة اتحلت، لو الزميل ده مش عارف معلقش كانت المركب مشيت. إنما الناس ما بتسكتش. قبلها بيقول إن امتحن أحد كلمة معك فهل تستاء؟ أنا هنسى أيوب شوية، لأن الحكمة دي كمان مهمة أوي. الكلام ليك بقى وليا. لو واحد جه حقاني وقال لك في حاجة عاوز أقولها لك بس ما تزعلش، ناوي تزعل ولا مش هتزعل؟ بصراحة لو جه حد قال لك كلمة حق، خليك داخليا مستعد للسمع والاستفادة، لكن لا تستاء. ليه؟ لأنك لما بتتضايق من أي كلمة أنت مش هتتعلم. افرض واحد قال لك أنت بقيت عصبي زيادة، هتاخدها على كرامتك وتزعل؟ طب ما أنت مش هتتعلم. ما يمكن ده صوت ربنا، ربنا بعته لك. إن امتحن أحد كلمة معك فهل تستاء؟ المواجهة دي حكمة وتحتاج إلى قلب متواضع، لأن في ناس لا تحتمل إن حد يقول لها في وشها أنا زعلان أو أنت غلطان، ما بتحتملش، يستاءوا.
ويطلعوا بقى من الموضوع اللي زعله والخصام والدفاع والمكابره. طب حبيبي مش مفروض، لانه ممكن يكون اللي قدامك معاه حق، واحنا كلنا بنغلط، ويجوز اللي هيقول لك الكلمه دي هيكون لمصلحتك. ولو زود في الكلام شويه، في حكمه كده قالها واحد من القديسين، قال لما يجي لنا كلام يوجع بزياده نفتكر كم مره خدنا كلام مديح بزياده ما كناش نستاهله، مش كده؟ ياما ناس قالت فيك كلام كويس اكتر من الحقيقه. يوم ما حد يقول فيك كلام مش كويس اكتر من الحقيقه، ما تخلي ده يشيل ده. اشمعنى الكلام اللي مش كويس انت بقى ايه خدتها على كرامتك وزعلت، ودول مش فاهمين حاجه، ودول هل ان امتحن احد كلمه معك هل تستاء؟ طبعا في الموقف ده ما كانش مفروض يتكلم، لان ايوب متقطع خالص، مش ده الوقت اللي كان يواجه فيه. حتى لو ايوب غلطان في حته، وهو لغايه دلوقتي مش باين غلطه، ما كانش المفروض يقول اي كلام في مواجهه. ما تجيش لواحد جرحه مفتوح تقول له الحته دي بتوجعك، ايه هو ده؟ الجرح مفتوح، انت بتحط صبعك بيصوت، فما دي مش حكمه انك انت ايه تدوس على حته بتوجع. بدل هو موجوع ما تزودش وجعه. هو ده مبدأ في التربية واقع من ناس كتير. ليه؟ تلاقي مثلا عيل من العيال في المدرسة جاب نمرة وحش، أو يعني تهزق في المدرسة لأي سبب، يرجع البيت بدل ما الأب والأم يطيبوا خاطره لأنه متضايق وموجوع يكملوا عليه، ما أصلك أنت فاشل ما بتذاكرش، ما أصلك أنت ضعيف ما بتعرفش تاخد حقك، طب يروح فين بقى؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. طالما هو موجوع فعلا يبقى لازم نطبطب. لو هو بقى بليد وما بيحسش، يعني عنده كده لا مبالاة، هنا يجوز الشد. فإذا الواحد لازم يختار امتى يواجه، مش كل شخص يقدر يواجهه. أليفاز التيماني يواجه أيوب في لحظة لا يحتملها إنسان، عشان يطلعه غلطان، وده وقته، ده صديقه ازاي؟ طيب وحتى اللي هيقوله مبالغ فيه جدا أليفاز، لأنه عاوز يطلع لازم في غلطة عليك يا أيوب، مش وقته. حتى لو أيوب مهما كان إنسان تحت الآلام وبيغلط، ما يتقالوش كده في اللحظة اللي هو فقد كل عياله وصحته وكرامته وفلوسه، مش ما تتقالش. إن امتحن أحد كلمة معك فهل تستاء؟ ولكن من يستطيع الامتناع عن الكلام؟ ها أنت قد أرشدت كثيرين وشددت أيادي مرتخي. كويس، أول جملة مفيدة، يعني أنت يا ما عملت خير، أنت أرشدت كثيرين. واضح أن أيوب كان حكيم ومرشد. وشددت أيادي مرتخية، يعني ناس كانت مكسورة شد حيله كده، يعني شجعوا، يعني انت بطبيعتك راجل مرشد ومشجع وياما خدمت الناس. قد اقام كلامك العاثر، يعني اللي تعثر كلامك كان بيقيمه، فانت كنت بتوقف اللي متكعبل، وثبتت الركب المرتعش. خلي بالكوا دي كلها انواع خدمه. فيذكر لايوب انه خادم متميز، بيرشد الناس، بيشجع، بيشدد الايادي، وكلامه بيقوم اللي ايه اللي قاعد حاطط كده يائس يعني. والركب المرتعشه اللي ما بتنحنيش والصلاه، كان يشجعها لغايه ما تصلي، ثبتت الركب المرتعشه. طب ده لغايه كده كويس. والان اذا جاء عليك ضجرت، الراجل ملحقش يضجر، عاوز يقول له ايه؟ يعني انت ياما قلت الناس تعبانه شدوا حيلكم، يوم ما جات عليك الدور انت هتبرطم في الكلام وتتضجر وتعترض. انا شايف ان الكلام مش مريح. يعني صحيح هي حكمة لينا، حكمة لينا، يعني ايه؟ احنا كخدام لما نيجي نتكلم الكلام سهل، وساعات المتألم يقول لك اصل انت ايديك في المية الباردة، انت مش حاسس باللي انا فيه، فانت جاي تقول لي وعظة، انت جاي تقول لي ما انت قاعد مرتاح. فهنا في قاعدة جميلة، حاسبه، لانه الكلام اللي طالع من شخص مرتاح ما يريحش شخص مجروح.
فقال له انت ياما سندت ناس، لكن يوم ما جت عليك بقى، يوم ما جت عليك انضجرت اعترضت. يبقى خلينا حبايبي نقول يوم ما نتكلم الواحد يحسب كلامه ليه، يا رب انا قد الكلام اللي بقوله، يا رب لو انا اتحطيت في موقف الانسان ده انا كنت هحتمل، انا كنت هحتمل اللي هو بيحصل له، لما كنتش هحتمل خليني اسكت واصلي له او اقعد امدح فيه واشجعه بس، لكن ما اقولوش ابدا انت غلطان لان هو اقوى مني. يعني لما تلاقوا حد مجرب تجربة جديدة قول في بالك هو اقوى مني، ربنا لقاني انا مش قدها، لكن ده قد التجربة دي. وفعلا ايوب من عظمته قد التجربة، هيعديها رغم انها تجربة قاسية جدا، مفيش حد فينا كان يحتمل كل ده. فلما نلاقي واحد مجرب ما نبصلوش بصة شكلك عامل بلاوي فربنا بيطلعه، لا 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 مفيش كلام زي كده، ده هو مجرب لانه شخص قوي فربنا بيديله تجربة قوية، انا شخص ضعيف ربنا ما بيدينيش حاجات شديدة على قدي. دي نظرة مريحة، لما الشخص يروح يساعد حد يبقى باصص له باعجاب، انت قوي انت جبار، بأس انك انت تدخل في تجربة زي كده وتفضل لسه بتقول يا رب يا بختك انت حاجة كبيرة، المفروض كان يتقال كده. هنا قال له لا بقى انت بقى بتاع كلام، يا ما قلت للناس كلام ولما جت عليك ضجرت. اذ مسك ارتعت، يعني لما مستك انت الرعدة خدتك، اليس تقواك هي معتمدك، وابتدى بقى الايه الرزع بقى، يا اليفاز الرحمة ده صاحبك برضه، أليس تقواك معتمدك ورجاؤك كمال طريقك؟ يعني أنت شايف نفسك أنك تقي فمعصوم من التجارب مثلا، شايف نفسك أنك عملت خير كتير فما يصحش يجيلك أي شر؟ طب هو الراجل ما قالش كده، هنا كلام ينرفز صحيح، بس برضو على أن الكلام يتعب أيوب بس الكلام لينا مفيد. ودي بقى عجب العجاب، أنه الكلام اللي يقوله أصدقاء أيوب الوحي اعتمده ممكن تاخدها آية ليك، لكن هي مش مناسبة لأيوب لأنها اتقالت في وقت هو تعبان، لكن هي كقاعدة اسأل نفسك هي تقواك معتمدك؟ يعني أنت متكل على تقواك؟ خطر. يعني لو شايف نفسك كمنك بتصوم وتصلي أنت أحسن من الناس كلها، دي حالة خطر، ما تتكلش على تقواك، اتكل على رحمته، لكن ما تقولش ده انا بتاع قداسات، ده انا بتاع كنيسة، ده انا خدمت، ده انا بطلع اكتر من العشور. حاسب لألا يكون معتمدك تقواك. ويكملها ويقول ورجاؤك كمال طريقك، انت شايف نفسك طريقك كامل فده رجاءك، كأنه ايه انا عداني العيب فمش ممكن حاجة وحشة تحصل لي. هو ممكن يكون أليفاز شخص صح، بس الكلام تقيل قوي على واحد مجروح. ما هو كمان حتى لو واحد كان شايف روحه كويس ما يتقالوش في وشه وهو منهار انت اصلك شايف روحك، ما تتقالش مش وقتها. يبقى هنا عدم الحكمة مش في الجملة نفسها، عدم الحكمة في التوقيت، مش ده الوقت اللي يتقال فيه كده، لكن وقتنا احنا ده نسمع الكلام ده يفيدنا. أليس تقواك معتمدك ورجاؤك كمال طرقك؟ أذكر من هلك وهو بريء. يا ساتر، يعني إيه؟ هو الهلاك ما بيجيش غير للأشرار، يعني ولاده أشرار وهو شرير، وهما ربنا مش بيغلط. من هلك وهو بريء هي كقاعدة صح، لكن في المكان ده مش ما تركبش، لان اولا هو ما هلكش وهو ما قالش انه بريء كل البراء. واين ابيد المستقيمون؟ يعني ما فيش مستقيم هيبات. كما قد رأيت ان الحارسين اسما والزارعين شقاوة يحصدونها. تزرع الخطية تاخد على دماغك، يبقى هو بياخد على دماغه، يبقى عامل ايه خطايا كتير. الله يعينك يا ايوب، يعني فعلا ما كانتش ناقصاهم، فهم جايين يعزوا
لكن الكلام ابتدى يبقى ناشف قوي. وساعات ما تزعلوش في اللي اقوله واحتملوني، كبار السن احيانا يبقوا حقانيين بزياده بس مش بيلطفوا الكلام. يعني ايه؟ بيبقوا شايفين كل الدنيا ولادهم يعني، فتلاقيه ايه يخبط كده ويقول قال يعني انا بقول كلمه حق. يا اخويا الحق يتقال بالراحه شويه، وانت يعني عامل كل الحق. فاحيانا يكونوا الكبار زياده، او اللي بيوعظوا كتير ربنا يرحمنا يبقى ايه كلامه ساعات يوجع. بينما الشخص اللي ايه دايما شايف ان كلنا تحت الالام وكلنا بنغلط ومحدش يعني معصوم من الخطأ، لازم حتى لو هيقول حاجة يقولها مغلفة وحنينة وطرية عشان تفيد ما تتعبش. اذكر من هلك وهو بريء، واين ابيد المستقيمون، كما قد رأيت ان الحارثين اثما والذارعين شقاء ويحصدونها. ما يزرعه الانسان يبقى اللي انت فيه ده حصاد. حصاد لايه؟ يبقى ده حرامي بقى، وده عشان كل الغنى ده راح منه يبقى يطلع حرامي مثلا؟ ما كانش حرام. بنسمة الله يبيدون وبريح أنفه يفنون. كلام ناشف يعني، الأشرار نهايتهم وحش. ماله أيوب هو بدي؟ زمجرة الأسد وصوت الذئير وأنياب الأجبال تكسرت. طب حطوا نفسكم مطرح أيوب، يفهمها إزاي؟ يفهمها يعني كنت عامل فيها أسد يا سي أيوب، أهي سنانك اتكسرت وصوتك راح منك وتهديت، أنت بتعمل فيه كده ليه؟ بيقول له زمجرة الأسد كبرياءه يعني وصوت الذئير وأنياب الأجبال تكسرت. كويس القاعدة صح، بس تاني ما تتقالش الواحد متعور. ربنا اللي بيعمل فيها أسد سنانه هتتكسر، اللي شايف روحه وصوته عالي زيادة مسيره يتهدي يعني. لكن ده واحد مهدود ما يتقالوش كده. الليث هالك لعدم الفريسة وأجبال اللبوة تبددت. طبعا خلي بالكم الأسلوب أدبي يعني، ده زي الشعر كده، فتلاقوا فيه نواحي جمالية وتصويرات واستعارات وكنايات وتشبيهات وحاجات كده عشان بس يعبر عن المعنى. فهو بيقول كل شخص قوي قوي لا لازم طبعا في الآخر هيبقى على الأرض خالص. يعني عاوزين نفهم الحوار، لأن الحوار يحمل أكتر من اتجاه. اتجاه الأولاني إن الكلام صح، مفيش ولا جملة قالها أليفاز نقدر نقول عليها غلط، لكن هذه الحكمة التي تقال في غير وقتها أو مكانها تبقى مش مناسبة، فأصبحت مرهقة ومتعبة لأيوب. عشان كده في آخر السفر ربنا هيقول لهم أنا مش هسامحكم غير لما أيوب يصلي لكم. طب ليه أنت زعلت ليه يا رب؟ ما قالوش حاجة غلط؟ لا، ما قالوش الصح المناسب للموقف. يبقى الشطارة مش إنك تبقى عارف كلام صح بس، ايه اللي يتقال في كل مجال، مين اللي ياخد كلام ناشف شوية ومين اللي ياخد كلام حنين، دي بقى الحكم. أليفاز ما سكتش. ثم إلي تسللت كلمة فقابلت أذني منها رجزا. يعني ايه؟ ركزت فيها. يعني قال له في صوت داخلي كده بيقول لي حاجة أنا مركز فيه. احنا كمان هنمشي على الأصوات. عارفين في ناس تيجي تقول لك ايه انا شفت لك حلم، اول ما تسمع كده قول له متشكرين واجري، ما تسمعش الحلم اللي هيقوله. ففي ناس لما يجي يقول لك انا شفت حاجة اغلبهم بيبقوا ناس متعبين والكلام ده مش كلام روحاني. انما عموما هنا أليفاز هيحكي قصة شخصية فعلا، انه كان نايم وشاف حد بيقول له حاجة فركب الكلام على ايوب. بس طبعا الكلام هيكمل في ايه؟ انه يهد ايوب ويتعبه. فطبعا الاصحاح اللي بعده ايوب ايه؟ مش هيسكت بقى لانه جايب اخره. الي تسللت كلمه فقبلت اذني منها ركزا، يعني جت طقت في دماغي كلمه وانا مركز فيها فاقولها لك. ده برضو يدينا رساله مهمه، مش كل فكره تيجي في بالك
تقولها. مش معنى انها فكرة شكلها حلو تطلع وخلاص، مش تفحص الكلام لألا يكون كلام يضايق. ساعات بنستعجل الكلام ونتعب اللي حوالينا بكلام غير لائق أو بكلام يسيب آثار متعبة سنين طويلة جدا. والكلام الجيد ده مريح قوي، وقلة الكلام أريح. في الهواجس من رؤى الليل عند وقوع سبات على الناس، أصابني رعب ورعدة فرجفت كل عظامي. يعني كنت نايم والناس كلها نايمة، وبعدين ايه، ترعشت كده وشفت حاجة، مرت روح على وجهي. احنا لو جالنا واحد كده نقول له صلي مزامير قبل ما تنام وتغطى كويس، بلاش الحاجات دي. اصابني رعب ورعدة فرجفت كل عظام. بعض الناس بيثقوا بزيادة في الاحلام والرؤى، واحيانا الناس دول لما يثقوا زيادة الشيطان يلعبهم. ده فكرة ابائنا القديسين، القديسين يقولوا لنا ما تمشوش ورا الاحلام. اظنكم عارفين حكاية الانبا انطونيوس والحمار، احكيها لكم تاني. يقال انه في زمن انبا انطونيوس كان في رهبان في دير بعيد نفسهم ياخدوا بركته، فايه طلعوا من ديرهم وسافروا كذا يوم عشان يوصلوا البحر الاحمر يزوروا الانبا انطونيوس. وكان سؤال انشغلوا بيه في السكة، هو الواحد يثق في احلامه ولا لا؟ فقالوا لما نوصل نسأل الانبا انطونيوس. فالقديس الانبا انطونيوس ربنا كان بيكشف له. المهم هما في السكة كان معاهم حمارة ماتت، فأول ما وصلوا الدير طلع لهم الأنبا انطونيوس، الحمد لله على السلامة يا أباء، هي الحمارة ماتت منكم؟ قالوا له كيف علمت يا أبانا؟ قال لهم الشيطان جي قال لي في حلم، الشيطان جي قال لي في حلم. قالوا له ده احنا جايين نسألك على الأحلام. قال لهم طب ما أنا بقول لكم. طبعا هو عاوز يرد ضمنيا على السؤال، يعني ايه هو ممكن الشيطان يدخل الاحلام؟ او ممكن لما يلاقيك بتثق زيادة في الاحلام، زي ما بيجيب لك افكار وحشة خلال اليوم لو استقبلتها تنضر، هيجيب لك احلام وحشة تعيش معاها وتنضر. لكن هو لو حلم من ربنا، ودي حاجات نادرة قوي تخص القديسين، دي هتبقى واضحة قوي. لكن مش كل واحد يحلم بحاجة تاني يوم ايه يفضل موسوس، فلان هيحصل لها وفلان هيحصل له، وكلها بتبقى عقل باطن. واحيانا بقى الشيطان يدخل يلعب يتسلى لما يلاقي الناس مركزة. اصابني رعب ورعدة فرجفت كل عظام، فمرت روح على وجهي اقشعر شعر جسدي، وقفت ولكني لم اعرف منظرها. طبعا ممكن تفسر على انها فعلا رؤية روحية، لانه هيقول كلام برضو تاني مش غلط، بس الكلام لأيوب يعتبر غلط لأنه تعبان. شبه قدام عيني سمعت صوتا منخفضا، سمع صوت كده واطي بعد ما ايه شاف كده ترعش وقلق. الصوت بيقول له ايه؟ هل الإنسان أبر من الله؟ الحقيقة الصوت بيقول كلام كويس. أم الرجل أطهر من خالقه؟ والحكمة دي من أهم الحكم اللي هتيجي في سفر أيوب، ودي اللي هتيجي في الآخر في كلام مين؟ أليهو الشاب الحكيم، اللي هيقول له أيوب مشكلتك الوحيدة إنك شايف نفسك أبر من الله. فهنا أليفاز ابتداها صح، قال الروح دي قالت لي حاجة، هو الإنسان يطلع أحسن من ربنا؟ حاشا طبعا. معناها الصح ربنا ما بيغلطش في أحكامه، فلو سمح بتجربة جديدة مع شخص ما ينفعش أبص له وأقول له أنت كنت غلطان في اللي عملته، ما ينفعش أقول له كده. أكيد اللي عمله صح، واللي بيعمله خير لأنه ما بيعملش غير الخير. كوني بقى أفهمها بعد سنين أو أفهمها في السماء ده موضوع تاني، لكن لم يكن أبدا الإنسان أبر من الله. يعني مش معنى أنك أنت إنسان خير قوي تستغلط ربنا في أحكامه، تستكتر عليه يمشي الدنيا براحته، وحر ربنا. فليس الإنسان أبر من الله مهما كان برك يا أيوب، أنت جنب ربنا إنسان شرير برضه مهما كان برك.
وليس وقالها أم الرجل أطهر من خالقه؟ طبعا لا، هيظل الخالق هو الطاهر القدوس، والراجل العادي ده مهما كان مولود المرأة مولود الخطية، الجميع زاغوا وفسدوا، كلنا مولودين بالخطايا ولدتني أمي، فمحدش يبص لربنا على أنه هو صح وربنا غلط. هو ذا عبيده لا يأتمنهم وإلى ملائكته ينسب حماقة. كلام حلو ومظبوط. ليه؟ فعلا ربنا في معاييره محدش يقف قصاده، ده اللي بنقولها في المزمور، إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب إيه؟ مين يثبت؟ مين يقف قصادك؟ ده أنت الملائكة مش كاملين في نظرك، الملائكة مش كاملين لأنك أنت فوق أي كمال. فهيطلع إيه الإنسان اللي بيغلط كل يوم ده مهما كان؟ طبعا ضعيف جدا. طبعا كلمة إلى ملائكة ينسب حماقة حرفيا يقصد بها أن في ملائكة تحولوا إلى شياطين، لكن في معنى آخر معناها أنه حتى الملائكة في عيني الله ما يعتبروش كاملين كل الكمال، الكمال المطلق لله وحده. هو ذا عبيده لا يأتمنهم، برضو معناها إيه؟ يأتمنهم هنا يعني لا ينتظر منهم أمانة كاملة، زي التعبير اللي جه في إنجيل يوحنا لما المسيح قال أن ربنا عارف ما في الإنسان، فلما مشي وراه بعد معجزة عرس قانا الجليل وقائد المئة ما اداش ثقة، لأنه عارف أن الناس دي بكرة هتخاف وتسيبه. فربنا يسوع له المجد ما بيستعجلش في الثقة لأنه عارف الإنسان. في ناس طيبة تستعجل قوي وتدي ثقة، لكن هو الإنسان مهما كان بيغلط، وربنا دريان بدي. عبيده لا يأتمنهم، يعني الله بإدراكه يدرك جيدا أن العبد كإنسان لن يكون أمينا أمانة كاملة، والملائكة أيضا مش كاملة قدامه. الكلام هنا على إيه؟ على أن يا أيوب لو أنت شايف نفسك صح قوي، ما هو ما فيش حد حبيبي صح قوي، فما تستكترش على نفسك التجربة، كلنا تحت الألم، كلنا ممكن نتجرب، ولما نتجرب ما ينفعش نقول غير نستاهل بغض النظر عن مستوى الخطيه. فكان بالحري سكان بيوت من طين، يعني اذا كان الملائكه يعني مش كاملين، طب اللي ساكنين في الطين يعني البشر اللي رجليهم في الطين في الارض اللي حياتهم لسه فيها جسديات كتير، طبعا لازم هيبقى فيه اخطاء كتير. الذين اساسهم في التراب ويسحقون مثل العته، يعني الانسان في اخره ايه؟ شويه تراب برضه. فطبيعي الانسان ده مش ممكن يتحط في مقارنه مع بر الله وكمال الله. باكد ان اليفاز بيقول كلام صح جدا، لكن اللي بيسمعه مين؟ واحد تعبان قوي الكلام بيترجم جواه، يعني انت يا ايوب عشان وحش السبب في كل اللي جرى لك. انا لو مطرح ايوب هفهمها كده، وطبعا دي تبقى ايه؟ زودت وغطت على كل التجارب. يعني لو واحد كان يقول له يا ايوب ربنا اختار لك الالام دي عشان في السماء هيديك اجر كبير قوي على الصبر ده، كانت يمكن تعدي. يبدو انك انت بقيت شبه المسيح فبتدوق جزء من الامه، كانت تعدي. انما هتقول لواحد اكيد انت في حياتك اخطاء كتير وصلت لكده، ده كلام مع انسان كان بيحاول يبقى تقي طول حياته، كلام في رأيه متعب حتى لو معاه شيء من الحق. بين الصباح والمساء يحطمون، ده البشر يعني، بدون منتبه اليهم الى الابد يبيدون. يعني ايه؟ الانسان ديته بتنسي بعد كده، كلنا بعد شويه هنتنسي، هنمشي ونتنسي. فالإنسان ما فيش مجال يقارن بالله أبدا. أما انتزعت منهم طنوبهم، طنوبهم اللي هي إيه؟ عارفين الخيام بيبقى ليها كده زي أوتاد وإيه حبال عشان الخيمة دي بيعيشوا فيها، كانوا مش بيت عادي يعني. فلما تنتزع الأطناب دي يبقى الخيمة دي وقعت. فهنا عاوز يقول كل إنسان بيبقى متكل على حاجات، الحاجات دي بتروح منه. اللي بيتكل على عضلاته وصحته الصحة بتروح، اللي بتتكل على جمالها الجمال بيروح،
اللي بيتكل على فلوس الفلوس بتروح، اللي بيتكل على الناس الناس بتسيبه. فهنا انتزعت منهم طنوبهم، يعني ما يتكلون عليه لن يدوم، دي طبيعة البشر. وبالتالي لازم الإنسان يفضل عارف أنه ما فيش غير ربنا. يموتون بلا حكمة، اللي هم مين؟ اللي بيتكلوا على أمور أرضية. ملعون من يتكل على زرع بشر. إذن أليفاز قال إيه؟ تعالوا نلخص كلامه. قال أنه أنا مش قادر أسكت، دي أول غلطة. وقال أنت بتتكلم كتير وكلامك حلو، لما جاء عليك الدور مش مستحمل وبقيت بتغلط. وقال هو اللي حصل ده نتيجة طبيعية للشر، لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، برضو كلام متعب. وقال أنا جالي هاجس وشفت روح وقال لي وإيه؟ قال لي أنه هو الإنسان هيطلع أحسن من ربنا، ده ربنا ده قدوس مفيش حد قدامه يعني هيعجبه، وبالتالي أنت مهما كنت أنت طبيعي بني آدم هترجع تراب، فما تقفش قدام ربنا. كلام مش مريح لكن هو كلام صح. ماشي نكمل. أليفاز مش راضي يسكت. ادعو الآن فهل لك من مجيب؟ يا ساتر عليك، تصور تقول له واحد صلي زي ما تصلي ما حدش هيرد عليك. طب ده كلام يتقال؟ ادعو الآن هل لك من مجيب؟ وإلى أي القديسين تلتفت؟ برضو الآية دي أولا خلوا بالكم، أيوب ده مكتوب سنة كام؟ حوالي 1800 قبل الميلاد، يعني قبل الشريعة، وطبيعي قبل المسيح بكتير. ومع هذا كان في اعتقادات أن في هولي من، في بالترجمة اسمها هولي من، اللي هم الناس القديسين، الناس الأتقياء قوي اللي ليهم دايما دلة أو شفاعة عند ربنا. يبقى واضح أن الفكرة موجودة، بس هو زي بيقطمه، يعني بيقول له إيه؟ لا ربنا بيسمع ولا العدر هتسمع ولا الشهداء هيسمعوا، هو قفلها له خالص. ادعو الآن هل لك من مجيب وإلى أي القديسين تلتفت؟ كلام هنا بقى متعب جدا، لأنه لما يكون الواحد مثقل بتجربة غصب عنه بيرفع عينيه ويقول ارحمني يا رب فكها، أو يجري على الكنيسة وعلى الشهداء وعلى القديسين وعلى العدرة يتشفع بيهم، فيجي عدو الخير يقول له ما حدش سمعك. فهنا أليفاز رغم أنه صديق وأنه بيقول كلام حكمة، بس كان يتقال في وعظة مش يتقال لأيوب، إنما كلامه أصبح صعب قوي ومتعب جدا، وكأن الشيطان بيستخدمه عشان يفور دم أيوب ويغلطه ويخليه بقى إيه ينفجر. لأن الغيظ يقتل الغبي، يعني تغيظه وتقول له الغيظ يقتل الغبي، ما هو بيغيظه بالكلام، يقول له أصل أنت متغاظ قوي بس أنا بحذرك، الغيظ بيقتل الأحمق والغيرة تميت الأحمق. هي كقاعدة صح، لما الواحد بعيد عنكم يبقى غضبان جدا ده ممكن يموت بالغضب. ساعات الغضب الشديد يجيب ضغط عالي، يفور دم الواحد، يجيب نوبة قلب، فالغضب مؤذي جدا. والغيرة هنا لأن الشخص المجرب غصب عنه بيبص حواليه وبيجي في باله كلمة إيه؟ اشمعنى أنا؟ ليه الناس دي ما حصل لهاش اللي حصل لي؟ فبيغير. فهنا غيظة غيظ مع غير، طبعا إيه؟ جو نفسي صعب قوي. وكمان واحد بيقول له مهما صليت ما حدش هيسمعك، فده عمال يزود عليه، قال له حاسب الغيظ بيموت، انت اللي هتموتني في الاخر مش الغيظ. اني رأيت الغبي يتأصل وبغتة لعنت مربضه. يعني ايه؟ يعني الغبي هيفضل غبي. بيقول له كده، اللي ما بيفهمش مش هيتصلح ابدا. يتأصل يعني ايه؟ يعني بيفضل متمسك بالغضب، والغضب غباء. افتكروا القاعدة دي، الغضب غباء. ليه؟ لأن الغضبان بيفصل نفسه في اللحظة دي عن ربنا، ولأن الغضبان ممكن يوصل يموت أخوه زي قايين، أو يموت ابنه زي شاول ما كان هيموت يونسان، كل ده من الغضب. فالغضب دائما غباء، مش ممكن تبقى فيه حكمة في الغضب. وفكروا كده، أي غلطة كان فيها غضب كانت لحظة غباء، خسرنا فيها ناس
خسرنا سلامنا. لما تبقى غضبان على شخص، مين اللي تعبان؟ انت. اذا من الغباء انك تستمر في الغضب، يمكن التاني مش داريان بغضبك ولا حاسس بحاجة، فانت اللي تعب روحك. فقاعدة الغضب غباء او الغيرة حماقة، دي قواعد كتابية مظبوطة. اللي يستسلم انه يغير من الناس ده حط نفسه في حماقة ومعذباه، زي شاول بسبب غيرته من داود كان احمق، ضيع كل عمره وضيع المملكة وضيع وموت 85 كاهن وعمل غلطات ما يعملهاش اي انسان عاقل. ليه؟ غيرة مر. إني رأيت الغبي تأصل وبغتة لعنت مربده، بنوه بعيدون عن الأمان وقد تحطموا في الباب ولا منقذ. وسيرة العيال دي بتوجع بس كده. فبيقول ولاد الغبي دايما ايه، ما عندهمش أمان ولازم يحصل لهم مصيبة. انت عمال يلبخ يعني، عمال يخبط فيه. الذين يأكل الجوعان حصيدهم ويأخذوا حتى من الشوك ويشتف الظمآن ثروته. كلام ينطبق على أيوب، بمعنى إيه؟ ما هو في ناس سرقوا ثروته وعياله فقدوا الأمان وماتوا فجأة، فكأنه بيقول له أصل أنت فيك وفيك، أنت فيك الغباء والحمق والغضب طب ما ده كلام صعب. لكن تاني أرجع وأقول، بعيدا عن شخص أيوب اللي بيقوله إليفاز، ناخد منه حكمة. لو إنسان استسلم للغضب بيأذي نفسه وبيأذي بيته وبيضيع عياله وبيخسر كل حاجة، لأن الغضب حمق والغيرة المرة مؤذية. تحطموا في الباب ولا منقذ، يأكل الجوعان حصيدهم ويأخذوا حتى من الشوك ويشتف الظمآن ثروته. إن البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الأرض. يعني إيه؟ ما فيش مصيبة بتيجي من الهوى، معناها كده. تاني بيرجعوا لفكرة ايه، اكيد اللي احنا فيه ده انت السبب فيه. وطبعا دي اصعب حاجة ممكن الانسان يحسها، بالذات لما تيجي في ولاده. تصور بتقول لواحد انت السبب في موت ولادك، مين يحتمل كلام زي كده وهو بيحبهم؟ اصعب حاجة، وكفاية الوجع اللي هو حاسه. طيب لكن ده بيقول له كلام بيكمل عليه. البلية لا تخرج من التراب، كقاعدة روحية صح، مفيش حاجة ربنا بيجيبها عشوائي. ربنا عارف حتى التجارب الشديدة سامح بيها من أجل خلاص أولاده. والشقاوة لا تنبت من الأرض، ولكن الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح. إنسان مولود للمشقة دي حكمة، يعني طبيعة الإنسان اتولد عشان يتعب ويشقى، والراحة مش هنا. وخلي بالكوا في زمن أيوب فكر الأبدية موجود بس مش واضح. الأبدية في العهد القديم معلنة بس بشكل غامض، لأنه كانوا يعيشوا كتير قوي، فكانت طموحاتهم العمر الطويل والخير الكتير، نظرتهم كانت أرضية قوي. المسيح أول ما جاء قعد يتكلم على السماء وخلانا كلنا ننسى الأرض وما نطولش في العمر، مش ده المهم، ونتعلق بالأبدية. لكن طبعا الأبدية موجودة وفي آيات موجودة في العهد القديم بتتكلم على الحياة الأخرى، بس تعتبر قياسا على العهد القديم آيات قليلة. فالمفهوم بتاع الحياة الأبدية مازال بعيد. ليه؟ لأن كمان في الوقت ده ما فيش غير الهاوية، يعني اللي بيموت بيروح فين؟ الجحيم أو الهاوية. لسه ما فيش فردوس اتفتح، فالناس ملهاش غير العمر اللي قصاد عينيه. احنا بنتصبر بايه دلوقتي؟ لا، بالملكوت، بالفردوس. حتى لو تعذبنا هنا احنا مش مستنين من هنا كتير. الانسان مولود للمشقة، يبقى لما تتعب ما تستغربش ليه، ده العادي، كل اللي بيمشوا على الارض لازم يتعبوا، مولودين للتعب. كما ان الجوارح لارتفاع الجناح، الجوارح زي الصقور والنسور دي، اما كانتش تطير تبقى مش جوارح، يعني صفة لازقة في طبيعتهم. اي صقر او نسر لازم يطير، واي انسان ماشي على الارض لازم يشقى. فحط دي قصاد دي، وبالتالي كون في مشقة ما تقعدش تستغربها، هو التعب طبيعي، بس خليه هنا نتعب في اتجاه السماء
وفي الآخر يومين تعب ونورث الأبدية لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.